الاتحادي الذي يستمد شرعيته من القوة وصولا للسلطة وبقاء فيها. ولم يفلح القوس المحدود 2007-2008 أن يغير من هذه الصورة التي يراد لموريتانيا أن تظل أسيرة لها. وقد أصبحت الانتخابات في أغلب الأحيان وسيلة لتكريس النظام الوحدي الذي لا يفتأ يوظف نفس الأساليب ضغطا على الناس ومنعا للاختيار وخرقا لقواعد شبابية وممارسة لكل أنواع المخالفات فضلا عن توظيف الدولة وقوتها وهيبتها وإمكانياتها. ولقد أكدت الانتخابات الأخيرة والتي شهدت من الخروقات الكثير في تحضيرها وتنظيمها ونتائجها أن الحاجة ماسة وملحة لتوفير ضمانات جدية قبل أي استحقاقات أخرى خصوصا إذا كانت رئاسية. وهذا ما أعطاه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ما يستحق من بحث وتحضير حتى خرج بعريضة واضحة مقنعة لتتناول الإشراف السياسي المحايد والمؤسسات القائمة على الانتخابات وحيادة الإدارة ومتعلقات الجانب الفني. وقد أصبحت هذه وقد أوضحت هذه العريضة أن الحكومة التوافقية ذات الصلاحيات الواسعة القادرة على منع تشجير المصالح والخدمات العمومية في المنافسة تظل الخيار الأمثل بناء على كل التجارب السابقة. وبينت الحاجة لمجلس الدستوري والإدارة العامة للسكان للسجل السكاني والوثائق المؤمنة واللجنة المستقلة للانتخابات والإدارات ذات الصلة إلى إعادة التشكيل حتى يحظى القائمون عليها بثقة الجميع. كما فصلت العريضة في حياد الإدارة وما هو مطلوب فيه من القوانين الضابطة وإبعادها الإدارة عن الاستغلال السياسي وتحريرا للقوات المسلحة وقوات الأمن والصفقات العمومية من التحكم والتوظيف وجعل وسائل الإعلام العمومي في وضع مهني وديمقراطي يسع الجميع. وختمت العريضة بمتطلبات التحضير المادي والفني مراجعة للنصوص وإكمالا للإحصاء في السجل السكاني ودقة وشفافية في الملف الانتخابي وإشراك الجميع في إعداد اللائحة الانتخابية. إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وهو يقدم هذه العريضة ليعلن استعداده لحوار جدي ومسؤول يؤدي إلى انتخابات توافقية تخرج البلاد من أزمتها الواضحة والناتجة عن التسيير الوحدي والعقلية الاستبدادية. ويهمه وهو يؤكد هذا الموقف أن يوضح أنه عازم على القيام بسلسلة من الفعاليات والأنشطة النضالية على مختلف المستويات وذلك حتى يتحقق مبتغاه في موريتانيا موحدة ديمقراطية متصالحة مع نفسها ومحيطها. إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ليس منتدى لموضوع الديمقراطية والتداول على السلطة وما ينبغي في الانتخابات المؤدية لذلك فقط، بل هو منتدى للوحدة والتلاحم الوطني. ولذلك كان من مخرجات اجتماعاته العامة تناول شامل للقضايا الوطنية الكبرى التي تشغل بال كل موريتاني. وهكذا أعلن المنتدى تشبثه بالدين الإسلامي الحنيف ورفضه لأي مساس بالمقدسات ودفاعه عن الوحدة الوطنية التي تجد فيها كافة المكونات حقوقها كاملة ضمن مواطنة حقيقية تقضي على كل مظاهر التهميش والتمييز.